وضعوه مقيداً بعد إصابته على مقدمة آلية عسكرية، وتجولوا به في المخيم قبل أن يتم إطلاق سراحه. الشاب الفلسطيني مجاهد فياض ذو 22 روى تفاصيل لحظات صعبة عاشها خلال اعتقاله والتنكيل به واستخدامه كدرع بشري من قبل الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه الأخير لمدينة جنين شمال الضفة الغربية. جاني تلفون الصبح، كنت نايم دار عمي، ونباع عن تواجد قوات خاصة بالمنطقة الموجود فيها. فأنا وابن عمي طلعنا نشوف فيه، يعني بما أننا حوالين الدار، لأننا شفنا الجيش قبلنا، فما أننا خلنا بدنا نرجع الدار. ما درنا ظهرنا اللي هو الطخ صار علينا بشكل كثيف في كل مكان. تصوبت أنا بإيدي أول رصاصة، وابن عمي كمان تصوب بإيده أول رصاصة، وهو ابن عمي راجع على داره تصوب كمان بخسرته أو ببطنه. طبعاً ابن عمي اليوم ما تكل. وأنا خبيت ورا جيب روبيكون، كان في تصوير مصور هذا الشيء واضح. قعدت تقريبا أول ما وصلت ورا روبيكون رد طخ رصاصة بإجري، كلاني قاعد محلي، إجري وإيدي فتفت لي العظم فيهم، ضليت بأرضي ما قدرش أتحرك. بعد فترة طويلة تقريبا ساعة زمن إنه الجيش صار ينادي على اللي بالدار يطلعوا، فأهل الدار صار ينادي عليهم بالسماعات طلعوا، وأنا صار ينادي علي، طبعا كان شايفني بالدرون اللي ورا الجب يطلع. فأنا كنت أرد عليه أحكي له إنه أنا ما بقدرش أطلع لأنه إجري وإيدي متصابات وما بقدرش أحركها، فحكي إن إذا بتطلعش راح تموت. الحادثة فجرت ردود فعل دولية وانتقادات واسعة أجبرت الجيش الإسرائيلي على إعلان فتحه تحقيقاً بالحادثة. وقال الشاب العشريني لإرم نيوز وهو يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين إن الجيش الإسرائيلي تعمد إطلاق النار عليه أكثر من مرة وضربه والتنكيل به، مشيراً إلى أنه ترك لينزف وقتاً طويلاً بعد أن أصيب. فضلتني أنا مطرحة وغابوا عني كمان ساعتين وأنا أنزف، بعد ساعتين لحد ما أجل الجيش علي، فوت درونات على الدار يتأكد أنه فيش فيها حدا، وأنا زحفت شوي لعندهم. أول ما استقبلوني شافوني كان بالضرب، بلش في ضرب على وجهي على راسي، أثار موجودي كله تمام موجود، صاروا يغلطوا علي مسبات إهانات، آخر إشي محل الإصابات صار يضربون على إجري محل ما متصوب، على إيدي كمان محل ما متصوب، وجروني من الإصابات، وآخر إشي حملوني وصاروا يزتوا في على بوز الجب. طبعا المرة الأولى وقعت على الأرض، المرة الثانية حطوني على بوز الجب، طبعا درجة الحرارة اللي كانت على البوز الجب لا توصف، أنا ظهري محروق وانسلاخ كامل عند الظهر، في كمان إجري برضه من الانسلاخ اللي كان موجود على بوز الجب. طبعاً قعدت من ربع ساعة إلى ثلث ساعة وأنا على بوز الجب، لحد ما أخذوني على دار معينة كان موجود فيها جيش وموجود فيها كمان مصابين. فأنا بعد ما حطوني على بوز الجب فحصوا عني، أخذوا اسمي وصوروني، بيّن لهم إنه أنا مش مطلوب ومفش على أي شيء بعد الإهانات والضرب وإطلاق النار وكل شيء. فراحوا رحت على الدار، خمس دقائق استدعوا الإسعاف الفلسطيني وأجي أخذني الإسعاف الفلسطيني.